شارك وفد مجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى في الجلسة النقاشية لأعمال المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب جنوب المنعقد بالمملكة المغربية. وجاء المؤتمر تحت عنوان دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والتنمية المشتركة. وناقش المؤتمر تعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليمي في أفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار، وكذلك تحقيق التحول الاقتصادي والتكامل الإقليميين والتنمية المشتركة، وأيضا ثلاثية التنمية المستدامة الطاقة والبيئة. أكدنا خلال المؤتمر في المحور المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة حرص السلطة التشريعية بمملكة البحرين على دعم مساهمة المملكة الإيجابية والفعالة في اهتمام العالم بالتنمية المستدامة القائمة على المحافظة على البيئة والطاقة. تولي مملكة البحرين الاهتمام والتقدير للتعاون القائم بين بلدان الجنوب في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتؤكد التزامها بالعمل مع بلدان الجنوب في تسخير الموارد وتبادل الخبرات والتجارب المميزة والناجحة في سبيل تسهيل وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في حلول عام 2030، وذلك لا يمكن تحقيقه إلا بضمان استدامة الأمن الشامل والاستقرار في المنظومة الدولية كافة. استعرضنا خلال المؤتمر البرلماني الهام الخطوات التشريعية والتنفيذية الفعلية التي اتخذتها مملكة البحرين لتحقيق التكامل الاقتصادي والإقليمي من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار والتكنولوجيا وتطوير البنية التحتية الأساسية والنهوض بالقدرات التنافسية. واقترحنا من جانبنا تشكيل لجنة عربية لدراسة سبل التطوير وتفعيل الأنظمة والتشريعات والشراكات الاقتصادية المستدامة.